كوكو، عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نطيبوا حاجة محرحرة واللي هي المقمق كما نقول لنا، باش نعملوا مقرونة بالتن. هيا نبداو في أول إتاب. ديجا سخنت الزيت متاعي، ديما كي نعمل المقرونة هكا من غير الحم وكل نستعمل نسخن الزيت زيتونة ونحط فيه الثوم. تطلع ريحة الثوم بنينة. فوالا نحط الثوم كيما هكا، نشخشخها بالثوم. ناخو الطماطم كونسنتري متاع السيكام باش نبدل النار باش هك الثوم ما يتحرقش، جوست يقعد يصيب في ريحته من غير ما يتحرق. فوالا باش نحط طماطم سيكام، نحط بزيد طماطم عادة في المقرونة مين، باش نحط 3 مغارف. نحلهم في الماء، ونحطهم مع الزيت والثوم. فوالا بالسياسة بالسياسة. فوالا اهو كالثوم ريتوه دوب ما تلون وطلعت ريحته بالقدا. نحطو فيه الطماطم اللي حليناها في الماء ونقليو. ردوا بالكم الزيت الثوم ما يتحرقش، جوست شويه برك باش يتلون وكهو. وهذه الطماطم باش تتقلى ديما كيما نقولوا احنا المقرونه الكذابه تبدا من غير الحم، هذه هي لاستوس نتاعها. توا باش تقعد تتقلب في العقل نفوح فرد مره بالتيبل المفوح، وباش نحط ملح وفلفل اكحل، وكانوا تحبوا تزيدوا تحرحروها تحطوا الفلفل الاحمر. فوالا ريحة الثوم والطماطم واللفاحات سيء طلعت به. وما ننسيوش ايفيدامون الهريسه نتاع سيكام المحرحره. فوالا نحط شويه هريسه، ونحط زيدا شويه هريسه عربي، خلطهم الزوز هاك. باش نزيد شوية ماء كل مرة بشوية بشوية حتى تتقلى وتطيب. فوالا الله الريحة فيه وحافي وحافي وحاش فاش نقولكم. باه الصوص تهنينا عليها. طيب باش نمشيو للمقرونة. عندي لهنا الماء حطيتو يغلي يغلي ويفرق، نحط فيه الملح. ديما ماذا بينا برشا ملح كي نصمتو المقرونه باش تجينا بنينه. وباش ناخو المقرونه البلومه الطويله نتاع ورده، غنحط الراند زاده هلا. نغطي الصوص وهي تتقلى باش ما تتحربش الدنيا بالطش. توا باش نحط المقرونه بيه. نحب نقولكم حاجه، ديما المقرونه ماذا بيكم قبل ما تطيبوها ثبتوا في الوقت نتاع الطاتيب نتاعها يبدا مكتوب على الباكو. المقرونه هذيا فيها 10 دقائق، انا واش نعمل جينيرالمون نقص دقيقه ماك ال 10 دقائق خاطر من بعد نحب نزيد نطيبها في وسط الصوص فوق النار. فوالا هي المقرونه سي بون. ناخذ المغرفه باش نخلطها باش ما تلصقش في بعضها. ننصحكم ما غير ما تحطوا الزيت كي تصمتوا المقرونه باش خاطر سينو الصوص تولي ما تلصقش بالكدي في كعبه المقرونه. باهي وتوا باش نحضروا ديسيغ. باش نعملوا ديسيغ ساهل برشا 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 وبنين، شكون ما يحبش الفوندون بالشوكولا. لقيت لكم غسيت سهله برشا وان شاء الله تعجبكم. باهي اول حاجه باش ناخذ دانيت من الفريجيدير.
فرد مرة باش ناخو الزبدة متاع ديليس، وفرد مرة زيدة باش نسخن الفوق على 180 درجة. باه توا باش ناخو لي مول متاعي اللي باش نطيب فيهم الفوندون، عملتهم ديجا بالزبدة والفارينة، وباش ناخو ان بول بعده شوية لفاحات طالة، وتوا في البول باش نحطو 3 كعبي دانيت شوكولا، فوالا نحلهم بالسياسة، كعبة دي الثانية، قبل ما نكمل نحط الدانيت باش نحط الزبدة الذوب، باش ناخو شوية هي لازمني كي ديما نقول لكم راهو المقادير تعاودوا تلقاهم في اخر الحلقة مكتوبين، ركزوا فيهم. حاجتي ما يعادل مغرفة ماهيش معبية برشا، مغرفة متاع ماكلة 10 غرامات هكاك، دونك باش ناخو شوية وذوب ما تذوب هكا هاو هكا فوالا، ونحطها على النار فيسع فيسع باش تذوب فيسع، نكمل نحط كعبة الدانيت هاكا بالدانيت، ما تستحقوش تشريو الشوكولاتة وتبداو تذوبوا فيها وبان ماغي والجوج ماذيك الكل، باش نحط معاها السكر، وبيان سور اللي يحب اقل سكر ديما ينقص من السكر من الكونتيتي على حسب ذوقه هو، وباش نحط الفارينه نتاع ورده باش نحط 10 غرامات، هذيا ديما نستعملها في لي جاتو الفغيل نتاع جاتو حتى هي، باش ناخذ زاده 10 غرامات اللي هي شويه في المغرفه، فوالا هكايا ما يعادل العشرة غرامات اللي حشتي بيهم. وتوا باش نحط زوز عظمات الزبده، سي بون ذابت، نزيدو العظايمه الاخرى، فوالا نخلطو الجو الكل مع بعضه، ونحطو الزبدة واحنا نخلطو هكا، فوالا ديريكتومون نخلطو، ولا عنا الخليط نتاع الفوندون، ريتوهم 3 كعبات حربو الدنيا. وتوا باش نحطهم هنيخو نعمل خلطة صغيرة بالفوي باش يزيد يدخل في بعضه كالجو الكل، فوالا باش نحط شوية من الخليط متاعنا، وبيان سور بور بلوس دو غورمانديز باش ناخو الباتا تارتيني متاع بانواز جديدة، هذيا يا سيدك بن سيدك بالبيسكوي كاكاو والحليب، باش نجي في الوسط ونحط شوية هكا، فوالا سهلة العملية. وتوا نزيد نكمل نحط من البات وفيت الحكاية، دقيقة نثبتو في الصوص باش ما تشدش، نحطو لها الماء
ونزيدو نخليوها تبقبق هكا هاو توا. باش نكمل نعبي بقيت لي مول نتاع الفوندون تاعي باش نحطوهم في الفوغ. شفتوا احنا سخناه على 180، توا باش نقص النار 150 درجه ونخليه 8 دقائق بالحساب، حتى اقل شويه كان تحبوه يجي جاري بالقدا من داخل. وكهو نتقابلوا بعد الفاصل. ركوكو رجعناكم بعد الفاصل. يا سيدك بن سيدك الفوندون حذر، هذوما ما قلبتهمش خاطر هما ماذا بيكم ديما اللي يجي باش ياكل كعبة الفوندون تاعو يقلبها وقتها. هذيا الكعبة حضرت، باش نزين كعبة الفريز هكا على جنب، وباش نمشي توا نرجع للمقرونة. الصوص هايكا شربتك الماء اللي صبيتولها الكل، قرت يديمها، حطيت فيها الرند وحطيت فيها الفلفل الشيح باش تزيد تفويح. نحط شويه من التون ديريكتومون في وسط الصوص، وشويه الاخر باش نحطهم بعد من الفوق. ناخذ المقرونه نحطها، نبدا نخلط بالسياسه هاو كذاك. علاش المقرونه ديما نحطها ناقصه طيب؟ باش ما خلطها على النار مع الصوص الا ما تزيد، الا ما تجي طيبها قد قد. نزيد بقيت المقرونه، وديما نبدا نزيد في المقرونه بشويه باش ما تجينيش ناقصه الصوص. فوالا نزيد نحرك تعرفوا حس المقرونه ذي البنينه يسري شهي. نقص من الرند فوالا. باهي وتوا باش نحطو عنا زيتون اخضر مقصوص جيد، والا زيتون اكحل اللي تحبو. عندي فلفل مساير مقصوص صغير، وعندي رشه معدنوس اللي يقولك هكا صغرونه، وكعبيت حبق فرشكين، والاخرين توا نزينهم من الفوق. وباش نزيد بيان سور ما نجموش ناكلو مقرونه من غير ما نحطو فيها الجبن، صعيب شويه ظهر لي. ريحه فيوحه. وتوا باش ناخذ من الفريجيدير جبن ديليس. فوالا هذا يا جبن غابي سافور غرويير. نحط هكا هي فوق النار باش يذوب. نخلط وبعد ديما نحط من فوق شويه على الزينه. وجينيرالمون كي نطيبها المقرونه هذه وتبدا هكا في القليه الغارقه نخليها في نفس البلا. تعجبني كي تبدا مزينه هكاك. هكا المقرونه تاعنا حضرت، باش نكمل نزينها من الفوق. نحط ورقات الاحبق هكا، ونزيد نكمل الطن اللي خليته، ورشة معدنوس صغرونة، ونغسل يديتي. فوالا وكها، ولم شويه البلان دو ترافاي باش ما تقعدش الدنيا خايبه. هاوك الفوندون.